معلوم أن كلية الحقوق بتطوان أصبحت من المؤسسات الرئيسية بالنسبة لجامعة عبد الملك السعدي، لا على مستوى عدد الطلبة ولا على مستوى أهمية الحقول المعرفية التي تهتم بها الكلية. لذلك نعتبر أن هذه الكلية يجب أن تحظى بالعناية اللازمة التي ستخولها إمكانية التواجد ضمن المؤسسات الجامعية المهمة داخل المغرب. رغم وجود بعض الحاجيات التي تبقى أساسية من تأطير إداري وتأطير بيداغوجي، وكذلك وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب عدد الطلبة المسجلين، رغم هذه التحديات ولكن هناك آفاق واعدة من خلالها نسعى إلى أن يكون الطالب الذي يمر من هذه المؤسسة يمر في أوضاع تسمح بالتحصيل، تجعله يحس بالانتماء إلى مؤسسة علمية بقيمة عالية. لذلك نحاول ما أمكن أن نستثمر الإمكانات المتاحة لتحقيق هذه الغاية. الغاية وهو أن الطالب بكلية الحقوق بتطوان تكون له حدود أوفر، إمكانيات كبيرة ولوج سوق الشغل، وكذلك أن تكون له القدرة على البحث العلمي. فبالتالي لذلك كان من المفروض اتخاذ جملة من الإجراءات التي غايتها وهو منح الشواهد المحصل عليها من كلية الحقوق بتطوان تلك القيمة الاعتبارية التي تجعلها شهادة مطلوبة وشهادة تسمح للطالب من الكلية أن يندمج بسرعة. معلوم نحن نعلم أن صيت المؤسسة يلعب دور كبير جدا، فلذلك أولى الأولويات في المرحلة الراهنة وهو أن نعيد لهذه المؤسسة صيتها وسمعتها التي يستمد الطالب منها كذلك صيته وسمعته. فعلى هذا الأساس كان من المفروض اتخاذ جملة من التدابير، طالما أننا بدأنا تحمل المسؤولية في لحظة إجراء امتحانات، فكانت هناك إجراءات استعجالية تم اعتمادها في امتحانات هذه الدورة، منها ما يتعلق بالمراقبة في الامتحانات، لأن في إطار تشخيصنا للوضعية اتضح أن هناك ظاهرة استفحلت بشكل كبير، وأنها بالتالي تؤثر على سمعة الشواهد المحصل عليها، وهي المتعلقة بحالة الغش كظاهرة ربما هي ليست ظاهرة خاصة بالكلية، ولكن هي ظاهرة أصبحت تؤرق المسؤولين عن الشأن البيداغوجي في المغرب. فبالتالي اتخذ بعض الإجراءات اللي هي إجرائية خاصة فيما يتعلق بالمراقبة، وهي كانت تحتاج إلى بعض المجهودات الإضافية من قبيل ترقيم مقاعد الامتحان، الاستدعاءات لإجراء الامتحان، ثبوت من هوية المترشحين للامتحانات، مراقبة عن طريق الكاميرا وكذلك عن طريق وسائل تقنية أخرى. للأسف الشديد لاحظنا أن هناك لجوء بعض الطلبة لبعض التقنيات في مجال الغش،
تحتاج إلى تقنيات أو آليات تقنية حديثة لضبطها. وفي آخر مطاف صراحة لاحظنا أن هذه الظاهرة التي كانت مستفحلة أن بدأت تنحصر. ثم الأمر الآخر أن كان هناك إجراءات ليست في مصلحة الطالب وتمس بمبدأ أساسي وهو مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة على مستوى ضبط الحضور وإجراء الامتحانات في ظروف مواتية. بين هذه الظواهر التي لاحظناها هي اللجوء إلى تبرير الغياب عن الامتحان بتقديم شواهد طبية أو شواهد، فبالتالي كان من الضروري اللجوء إلى القانون، القانون الذي ينظم هذه المسألة، مسألة الغياب عن الامتحانات. ومن خلال إعمال المساطر القانونية تم ضبط هذه الحالات بشكل دقيق ووفق كما قلت وفق ما ينص عليه القانون. الغاية الأساسية هو في الآخر من البداية إلى الآخر، وهي مرتبطة بضمان تكافؤ الفرص ما بين الطلبة، لأن هناك طلبة يبذلون مجهودات ويقومون بمجهودات استثنائية خلال الامتحانات، ولكن من خلال وجود هذه الاختلالات تمس بحقوق حقيقة لهذه الفئة من الطلبة المجدين. لذلك كان من الضروري اتخاذ قرار في مجلس الكلية يقضي باعتماد المقتضيات المتعلقة بدفتر الضوابط البيداغوجية الذي يحدد الحالات التي يتم فيها منح الحالات الاستثنائية لتجاوز لحظة الغياب التي كانت خلال الامتحانات. إذن مسألة ضبط الامتحانات كان رهان مرحلي مهم لإعطاء قيمة للامتحان، وأن تكون النتائج المحصل عليها نتائج مستحقة، وأن تكون خاضعة لمبدأ تكافؤ الفرص. إذن فهنا لن تقف العملية عند هذا الحد، بل سنحاول ما أمكن أن نطور في هذا الجانب، وخاصة اعتماد التقنيات الحديثة في مجال إجراء الامتحانات وفي مجال التصحيح، حتى مجال تصحيح الامتحانات ستكون هناك إجراءات في هذا الجانب. تطوير الامتحانات ومنح هذه الامتحانات قيمة مرتبطة بالمصداقية لن تكون هي الهاجس، بل هناك هواجس أخرى خاصة على مستوى جودة التحصيل داخل الكلية. وهنا حاولنا ما أمكن في إطار توزيع المواد عمالا لمواجهة حالة الخصاص الكبير في التأثير البيداغوجي، كان هناك ضرورة إعادة التفويج وهذا أمر جد مهم. ثم كذلك نقطة أخرى وهو الاعتماد بشكل كبير جدا على الدروس التوجيهية والدروس التطبيقية، ونحن نعلم أن كان هناك نقص وخصاص كبير في هذا الجانب. إذن سنحاول ما أمكن أن نقوي من الدروس التوجيهية والدروس التطبيقية لتجويد المعلومات المحصل عليها في إطار المحاضرات. ثم الأمر الآخر وهو كذلك سبق من الأمور الهامة التي نراهن عليها، وهو في الشق المتعلق بالمكتبة، فالمكتبة هي جزء أساسي بالنسبة للبحث العلمي، بحيث أن المؤسسة ستعرف إعادة الهيكلة بشكل كلي ودعمها بما هو تكنولوجي، بحيث سنعمل في هذا المجال على أن تكون أو تيسر الأمور بالنسبة للطالب في الكلية، أن تكون هناك سهولة الولوج إلى المراجع، وأن ننوع من العرض
الذي سيكون متاح بشكل كبير. الأمر الآخر حتى على مستوى المصالح الإدارية بالنسبة للطالب نراهن عليها كثيرا، لأنه لا يعقل أن تكون البيروقراطية هي المهيمنة في المعاملة مع الطالب. الطالب على العكس من ذلك، يجب أن تكون المصالح الإدارية الخاصة بالطالب أنها ميسرة، تكون بسيطة وسهلة، لأننا نتعامل مع فئة خاصة من داخل المجتمع، فئة الطلبة. لذلك لا يعقل أن يكون يعاني طالب الكلية من البيروقراطية. إذا لهذا الجانب، فبالتالي هناك إعادة هيكلة مجموعة من المصالح داخل المؤسسة، والاعتماد بشكل أكبر على التواصل عبر الوسائل الحديثة، بحيث أننا سنحاول ما أمكن أن لا يبقى الطالب مطالب باللجوء إلى الشبابيك، وأن تكون هناك طوابير تنتظر فتح الشباك أو للحصول على مصلحة إدارية معينة. إذن في غالب الأحيان نحاول ما أمكن في هذا الظرف المتبقى من السنة الجامعية أن تكون الامتحانات المقبلة بجودة أكبر، وأن يكون التحصيل كذلك بمستوى عالي، وأن يحس الطالب بأن كل من يوجد داخل هذه المؤسسة هو في خدمة الطالب. لا ننسى أن الرهان كذلك لتحقيق كل هذه الغايات على التواصل. فكل المسؤولين داخل المؤسسة مطالبون بالانفتاح على الطلبة، وأن يتم التعامل بسرعة مع مطالب الطلبة والتفاعل معها بشكل سريع. لماذا؟ لأن المؤسسة هي موجودة من أجل خدمة الطالب، والمسؤول موجود داخل المؤسسة من أجل خدمة هذا الطالب. يجب أن نشتغل جميعا لتهيئة الظروف والأجواء الملائمة لكي يحس الطالب بأن هذا الفضاء الجامعي هو فضاء يسمح له بأن يتواجد فيه بشكل دائم وفي ظروف مواتية. وهذا رهان ربما قد نحققه من خلال تضافر جهود الجميع. لا يعني أننا نتوفر على جميع الوسائل، ولكن على الأقل نتوفر على هذه الإرادة وعلى هذه الرغبة التي لمس وجودها لدى كل فعاليات المؤسسة.